خوتي خواتاتي الاعزاز، غادي نهضروا على الجريمه ديال السله اللي طرات في 2021. 2021 سته ديال الاشخاص، الراجل شيباني ومرتو وولد بنته عنده 5 سنين وولد ولدو عنده شهرين وولدو ومرت ولدو، سته النفوس صبروا شتيله، خساره كبيره على من هادشي، على الورد، على هم الدنيا، هم الدنيا يبقى فيها الورد عطاه الله، الورد قسمة وحكيم، الورد عطاه الله، ما دي تكدا وكا الورد ديال بنادم، وخا يكون خوك من باك ولا خوك من رضيعتك يدي الورد ولا اختك من رضيعتك. خوتي خواتاتي العزاز، هذا واحد خوتي خواتاتي العزاز صنتو، هادي اللي خصنا نهضرو عليها، هادي اللي خصنا نفضحوها، هادي اللي خصنا نبينو شكون اللي دار هاد الجريمة كدا كدا تتخلع، ماشي تابع للكونينر العطور وانتوما باغيني ليفي، كونينر العطور باينة دار قصيدة دخل في الشجرة، فهمتيني؟ ماشي صباح مدبوح والكونينر باينة دار قصيدة وعندهم حسابات باينة ديال الكونينر، ها اللي خصنا نهضرو عليها. من 2021 مازال ما تحكموش هاد الأشخاص، مازال ما مثلا ما تبتتش عليه واحد اللي تجبد من الصبليون، هذا خوه، خوه ذبح، خوه ذبح ولد، ذبح مرت خوه، ذبح ولد خوه ولد خوته. الصمت خوتي خواتاتي العزاز، نتوما باش تعاونونا عبر الكومونتيرات. هذا الراجل اللي في الصبليون باه خلى 4 دخوت ياك، 4 دخوت شقاق، ومات تمهم، باهم تزوج المراه الاولى ما صدقاتش، ولد معاها بنيه طلقها، هنا مات تمهم، ولا تزوج المراه الثانيه ولد معاها وليد، كملات معاه المسيره. السيد من كان مريض فرق العقارات، لا على ولادو اللي شقاق كبار، لا الولاد اللي مع ماشي شقاق، البنت والولد تا هما عطاهم العقارات. الراجل توفى، الشيباني توفى، من الشيباني توفى خوتي، من الشيباني توفى مات، خلى 4 د الولاد وخلى بنت وولد خوتهم ماشي شقيقهم، واحد كاين في الصبليون وثلاثه في المغرب، كاين واحدين في بلقصيري وواحد في سلا. واحد الارض غاليه شويه كدير اما 700 مليون اما 600 مليون اما مليار، ومليار وتقتل خوتك، مليار وانت دابا مشيتي وخليتيها، مشيتو بجوجكم وخليتوها، مشيتو بثلاثه وخليتوها، هم الدنيا يبقى فيها. ارنا مسكين هذا الراجل اللي مات كبير تيخاف ما بينه وبين الله، قال له ودي نفرقوا الولد، احنا بربعه الشقاق، اما خوتنا اللي من يبانا هذوك ما يسالوش، قالوا لا، قالوا الشرع ديال الاسلام والقانون اسمي تيقول هذوك راه خوتنا كيتسموا، واخا خوتك من باك يتسموا خوتك حتى هما يديو القسمات ديالهم، قالوا لا، قالوا لا، وقالوا خليها هكاك. ارنا داك اللي في الصبليون هضر مع خوه اللي هنايا اللي في بلقصيري مع ولد خوه، قال له كون باك يعطيني الارض، قال له نفحهم ونشرب دمهم وما نخليش الاماره ديالهم، كون باك يعطيني الارض، قال له كون باك يقول لي يوافق يقول لي نحيهم، قال له نسالي معاهم وما نخليش قطره ديال الدم وما نخلي طرا ما نخلي طرا ما نخليش لا طرا، عندي الناس دياولي هادو، الفرقه الوطنيه والشرطة العلمية ولا ديستي هي اللي كتجبد هاد المكالمة هادي. الراجل اللي في الصبليون هاد الراجل اللي في سلا هو عنده ولدو غليظ وعندو بناتو مجوجين، أرنا هاد الراجل هذا ولدو كيبيع لافيراي لتحت، تيبيع لافيراي، عندو الكاميرات، عندو واحد بيرجيين، عندو واحد جوج بيرجيين كبار، راكم عارفون البيرجي،
هما نينوا، هما نينوا، ما نينوا وعندو شي جوج بيرجيين. هذاك النار ما نبحوش، واش عطاوهم شي ريحة؟ واش عطاو؟ كانوا في السطح وسادن عليهم، واش داروا لهم شي ريحة باش تسكتوا دوك الكلاب؟ الله أعلم أخوتي خواتاتي العزاز. المهم أخوتي، المهم أخوتي، أخوتي خواتاتي العزاز، جاب الناس دي. الراجل كان مسكين عند ختو، كان عند ختو معروض الراجل، واش كانوا راصدينو؟ من تم جاي الدري ما هاز معاه والو، حط طونوبيل دخل مرتو، هاز وليدو صغيور دخل، ما كان عنده والو صافي. كاين واحد دين واحد الكيبي واحد الباش على الشتا، طلعوا فوق داك الباش، شتا راجل ما فيهمش الكرياج، دخلوا بدات الذبيحه، صبروا شتيله، خرفان الذبحات، شوخ وعيالات، اطفال الذبحات، شوخ وعيالات. و الراجل مسكين كان كيقاوم فيه شي 17 ضربه، المراه الكبيره فيها جوج ضربات وذبحه، الدري الصغير عنده 5 سنين ولد بنتها كان بايت حداها، توا فيه ضربه في القلب وذبحه. ولا 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 الراجل كان كيقاوم مسكين، عطاو بزاف شي 17 ضربه. المراه مرت ولدهم حتى هي فيها شي 22 ضربه، واش كانت تتكالي على ولدها الصغير الصبي عنده شهرين راضيع، كانت يبغاو يحيدوه لا، وكتكالي عليها، عندها ضربه في يديها، ضربه في وجهها، 17 ضربه و17 نغزه، متكيه على وليدها ميته، وتا الوليد ميت متكيه عليه، تا الوليد مذبوح الصغيور. الراجل الكبير فيه 42 ضربه، 42 ضربه، ولدهم كان صحيح وغليظ. وفي التالي زيدوا حدا الانترنيت الكاميرات، قالوا عطينا المود باس ديال الكاميرا باش نمسحوهم. مساح ما تيبغيش يعطيوه، مساح ورينا المود باس ما بغاش يعطيوه، ورينا المود باس ما بغاش يعطيوه، حتى وراهم المود باس، مسحوا الكاميرا. انا جيت للبيسي، جيت للبيسي كاين الدم على الجهد، والبيسي حتى هي فيها الدم، فهمتيني اخوتي. جمعهم في الفوقي، وخوه خوه ساكن في التروازيام هو ومرتو الوليد، جمع باهم، جمع المراه، جمع ولد بنتها عنده 5 سنين، وكبوا عليهم ليسانس وشعلوا فيهم العافيه. المراه تقدات، الوليد الصغير تقدا، الراجل ما شداتش فيه العافيه. الناس بداو دايزين مع الفجر كيشوفوا الدخان، الدخانيه اللي قالوا الناس راه من دخلوا الدراري باش ينقدوا، لكن ما ينقدوا تلقاو الدمايات في الحيط، الضرب ديال الجناوه، قالوا هذه ماشي عافيه هذه. جاوا البوليس، دابا الامر اللي تيحير اخوتي، الامر اللي كيحير اخوتي، هي واحد الجار حداهم تيدعيهم على الكلاب كيصدعوه ياكو، والنهار الفاجئة قالوا ما سقش اخبار كيفاش العافية، والمرأة كلها تكداد، والقادوس اللي ما تا واش عيات فيه العافية طردق، والبلازما طردقات، وانت ما سمعتي الصداع، الكلاب تيبرزطوك داعيهم على الكلاب، والنهار الفاجئة قالك ما سمع والو هو. فين كاين هاد الشيء؟ ما سمع والو، واش خاف؟ هي ديك اخوتي خواتاتي العزاز، البوليس جالو 221 واحد لمتهمة، لما بين الجيران كليان اللي عندو معاه عداوة، جاو خوتو البنات من قنيطرة قالت لهم ودي تخدم في لافيراي مع واحد الناس في تيفلت، هما اللي عندهم تيقول لها عندي معايا معاهم العداوه، جابوا دوك الناس ديال تيفلت اللي كيشريو تا هما لافيراي بحال خوا، فين كنتو ديك الليله ديال الجريمه؟ جيبوا الشهود، جيبوا البروف، جيبوا البصمات، ماشي هما.
بنات المرحوم وبنات الضحية ما شكوش في عمهم. تدازت 8 شهور، البوليس هما اللي انتسقوا مع ديال الصبليون، والصبليون لانتيربول ديال الصبليون هي اللي شبراتو، من شبراتو خلاوه عام في الصبليون هو معتقل، وفي التاريخ قدموه للحكومة المغرب. اش يقول في المكالمة لولد خوه، تيقول له قول لباك يعطيني الموافقة غادي نهنيهم منو وما يبقاوش يدورو، وشرب دمهم وما نخليش البصمات. وفري قالوا عندي الناس دياولي اللي ينحيوهم وما يخليوش البصمات ودمهم يشربوه. هو قال لهم حلقي هذا، قلت هاد الهضره هادي، ولاني كنت سكران، هي جرت لسان وجرت كلام، وما حتى شي واحد ما حلف فيهم، وما عندهم حتى شي عداوه. والورث هذا 600 مليون، هادي 600 مليون، هادي فهمتيني. ودخل المغرب ولا خرج من المغرب ولا دخل المغرب ولا جا وما بين لهمش واش جا المغرب، راه ما مشاو للبي تما فين جا المغرب، وما بينش جا المغرب لعائلتو تما فين قدا شغلو ولا الصبليون. ولكن هذاك ما يقدرش يدير هو داك الشيء بوحدو، ان الدري قلده ولدهم، الراجل تا هو كبير قلده، وباش تذبح 6 الناس صعيبة، راه عندو الناس ديالو عصابة. دابا خوتي 3 سنين ودازت 14 جلسة ومازال ما تحكموش هاد الناس، مازال ما تحكموش، بحال الجريمة ديال الحاج مول الكفتة اللي طرات في مكناس، اللي فناو المحامي ومرتو وما قاوش العظام ديالهم كاع في خطرة، زوطوهم في واد الخانز وتحكموا بالمؤبد المؤبد المؤبد شدة 30 عام. ودابا أستاذ الخيار، أستاذ الخيار قالك باغي تخرج هاد الراجل، باغي تخرجو قالك ولادو محنن ومرتو محنن في الصبليون، خصها تخرجهم، خصها تخرجو. يا أستاذ الخياري، والكلام اللي كان كيتهدد واللي كان كيتحلف هو الوحيد اللي كيتحلف خوتو، وكاين السبب علاش يتحلف، هو الورث، هي 600 مليون على ما كيتحلف. اذا هو 100%، خصو الاعدام، خصنا الاعدام، خصنا الاعدام، الاعدام، الاعدام. وهذا الشيء اللي خصنا نهضروا عليه. واللي كيسبني في الفيسبوك ولا في اليوتيوب راجل على امو، وراجل ونص، ونقي على امو، وكندبر من اليوتيوب للعاقه، وكندبر من الفيسبوك للعاقه، واللي بغى يشوف يجي يشوف، واللي بغى يتحداني نحدا سليمان الملكي ولا حدا قهوه دغوزه، ناكل امو بنادم كيما كانوا ناكلوا امو. احنا 5 دخوت ما تنخافوش، انا نقول لكم، واللي دار لي شي حاجه ما تزاقش ما عند البوليس. عجبك تفرج فيا، ما عجبكش ما تفرجش فيا، عاود لامك تفرج فيا، تهلا في والدينا خويا، تفرج فيا، انا ما بقيتش عليك تفرج فيا، انا راجل على امكم. اللي كيسبني في الكومونتير راجل على امو، المكاري صوفينا على امكم، سي تروطار دابا، فهمتيني، كنتو تتبعونا وكنتو تعينونا وكنتو تحسدونا، اما دابا صوفينا كيتكم انتوما اللي مازال ما صوفيتوش.